السلام عليكم ورحمة الله. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 مايو 2019 في مصر والدول العربية. يتوقع هيئة خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الطقس منخفض في درجات الحرارة، لطيف في السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد. ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيفا ليلا على كافة الأنحاء. كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة ومتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شرق وجنوب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، كما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة الرواح المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، ارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 2.5، ورياح سطحية شمالية غربية. بالنسبة للبحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. طقس الأردن نهارا يطرأ انخفاض واضح وكبير على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلاتها بحدود 4 إلى 6 درجات مئوية. ويعود الطقس ليصبح ربيعيا لطيفا في عموم المناطق، ويميل البرودة في المناطق الجبلية حيث تهب فيها رياح قوية. لا يستبعد هطول زغفات محلية خفيفة ومتفرقة من الأمطار بأجزاء محدودة من المملكة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، تثير الغبار والأتربة، مع تدني في مدى الرؤية الأفقية في المناطق والطرق الصحراوية. وفي خليج العقبة الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. حالة البحر وارتفاع الموج خفيف، ارتفاع الموج 5 إلى 10 سنتيمتر. درجة حرارة سطح المياه 23 درجة مئوية. ليلا تنخفض درجة الحرارة بصورة ملموسة مقارنة مع الليالي السابقة، ويتحول الطقس ليصبح باردا في عموم المناطق، كما ترتفع نسب الرطوبة في الأجواء مع ظهور السحب المنخفضة، وتسود أجواء رطبة في مختلف المناطق. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا فوق الجبال العليا والمناطق الصحراوية. الطقس في فلسطين يطرأ انخفاض ملموس وكبير في درجات الحرارة، لتصبح دون معدلاتها السنوية العامة بحدود 6 إلى 7 درجات مئوية، وتغطي السماء كميات كبيرة من الغيوم على ارتفاعات عالية ومتوسطة، وتكون الفرصة سانحة للزخفات من الأمطار المحلية في بعض المناطق. ويكون الجو ربيعيا بامتياز، وتسود أجواء مائلة للبرودة في المناطق الجبلية العليا، وأقل من ذلك في المناطق المتوسطة الارتفاع. ليلا يسود الجو بارد نسبي إلى بارد، ورياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.